جولتنا الصحفية مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نطالع منها: جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الروائي السوداني الطيب صالح. احتفى محرك البحث جوجل بذكرى ميلاد الأديب السوداني الراحل الطيب صالح 88 تقديرا لإسهاماته في مجال الأدب. وزين جوجل صفحته الرئيسية برسم لعبقري الرواية العربية كما يطلق عليه النقاد. اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية: أبل تواجه مشاكل مع قارئ بصمات الأصابع في آيفون 8. تواجه شركة أبل مشاكل مع قارئ بصمات الأصابع في هاتفها المنتظر آيفون 8، إذ أنها ما تزال تعاني حول كيفية وضع جهاز استشعار بصمات الأصابع ضمن شاشة عرض الهاتف القادم. ومن صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدينا نقرأ: تويتر يعين مديرا ماليا جديدا براتب 500,000 دولار سنويا. أعلن الرئيس التنفيذي لموقع تويتر تعيين مدير مالي جديد، وسيبلغ راتب المدير الجديد السنوي 500,000 دولار، وسيحصل على مكافأة توقيع قدرها 300,000 دولار بالإضافة إلى 22 مليون دولار على مدى 4 سنوات. وإلى صحيفة النهار اللبنانية مشاهدينا: تحديث جديد من واتساب قد تستخدمونه جميعا. أطلق تطبيق واتساب تحديثات جديدة على طريقة كتابة النصوص من خلال إضافة بعض المؤثرات والتغييرات عليها لتكون أسهل من السابق. ويتيح التحديث الجديد سهولة أكبر في تنسيق النصوص، ويوفر التطبيق تلك الخيارات من خلال نقرات بسيطة موفرة للوقت. وختاما مشاهدينا من صحيفة الرأي الكويتية التي عنونت بين صفحاتها: هواوي تستعرض تقنيات القيادة عن بعد عبر شبكة الجيل الخامس. استعرضت هواوي تكنولوجيز أول نموذج مشترك من نوعه في العالم عن السيارة المزودة بتقنيات القيادة عن بعد بالاعتماد على شبكة الجيل الخامس G5.